الغابات كان يعيش فأر ضعيف. كان ذلك الفأر يخاف من الثعلب والذئب حتى أنه كان يخاف من نفسه. حتى إن هبت الرياح واقتلعت أحد الأغصان، كان ينظر حوله باحثاً عن حفرة يختبئ بها. وبسبب كل ذلك كانت كل الحيوانات الصغيرة تسخر منه. كم هو خائف؟ أنت تخاف حتى من الرياح. أنت خائف للغاية. أنت خائف للغاية. أنت خائف للغاية. ذات يوم استجمع الفأر ذاته وذهب ليرى ملك الغابة الأسد. كان الأسد قد انتهى لتوه من طعامه، وكان يحصل على قيلولته أمام عرينه. كانوا أصدقاء الفأر يشعرون بالفضول لمعرفة ما كان يخطط له، وبدأ الفأر في تسلق ذيل الأسد، ثم صعد إلى ظهر الأسد ورمى أصدقاءه الحيوانات بنظرة شديدة الثقة. وبالرغم من خوفه الشديد، كان الفأر يحاول إخفاء ذلك بكل ما في وسعه. وفي تلك اللحظة بالضبط استيقظ الأسد، وما إن هز فراءه حتى سقط الفأر من فوق ظهره، وتلاقت أعين الفأر مع الأسد، وشعرت جميع الحيوانات الأخرى بالقلق. يا إلهي، سوف يقوم بابتلاع الفأر. يا له من ثبات، يا لها من شجاعة. ماذا تفعل فوق ظهري؟ ملك الغابة، من فضلك لا تأكلني، أنا أكثرهم خوفا وضعفا. إن حياتي تمر بينما أنا أرتجف رعبا، حتى إذا سقطت إحدى أوراق الشجر أشعر بالخوف. لقد سئمت ذلك، أنا أريد التخلص من ذلك الخوف. أنت ملك الغابة، إن زئيرك ولو لمرة واحدة يخيف جميع الحيوانات منك، هل يمكن أن تعتبرني تحت حمايتك؟ كان الأسد يستمع إلى الفأر في صمت، وكان الفأر يفكر ماذا سيكون رد الأسد عليه. ولماذا يجب علي مساعدتك؟ أعطني سببا واحدا يمنعني من أكلك. أنا أعدك أنني سأرد لك هذا الصنيع، وقد أستطيع مساعدتك يوما ما. ما إن انتهى الفأر مما كان يقوله حتى زأر الأسد بقوة. كيف يمكن لفأر صغير مثلك أن يقدم لي أي مساعدة؟ وما كاد الأسد يرى الفأر الصغير يرتعد أمامه من الخوف حتى قرر ألا يأكله. الحمد لله أني أشعر بالشبع، والآن ابتعد عن نظري. ركض الفأر بعيدا عن المكان. بينما كانوا يشاهدون ما يحدث من بعيد، كانوا أصدقاء الفأر يشعرون بدهشة شديدة. بعد مرور بعض الوقت شعر الأسد بالجوع وبدأ يتجول في الغابة، لكنه لم يلحظ إحدى فخاخ الصيادين المنصوبة، فوقع في الفخ وأصبح معلقا في الهواء بداخل شبكة كبيرة. حاول الفكاك من الشباك ولكنه لم يستطع. لقد كان ملك الغابة، لذا فإنه إن طلب النجدة فستكون تلك إهانة له، وسيسمعه جميع الصيادين وسيأتون لاصطياده بشكل أسرع. لذا وبلا خيار كان عليه أن ينتظر. في تلك الأثناء بدأت الحيوانات الأخرى بالغابة تلاحظ الأسد، ولكن لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه. وبينما كان يمر استطاع الفأر الصغير رؤية الأسد، ومن ثم قرر مساعدته، فذهب مباشرة إلى جواره وبدأ يتسلق ذيل الأسد الطويل. وعندما وصل إلى الشباك بدأ في قضمها، في تلك اللحظة أتى الأرنب راكضا باتجاههم. يا رفيق، هلم أسرع، إن الصيادين قادمون.
بدأت الحيوانات الأخرى المتجمعة تركض في جميع الأنحاء عندما سمعت كلمة صياد، ولكن الفأر ظل يقود بحماس. في النهاية تقطعت الشباك وسقط منها الأسد وتخلص من المصيدة. هيا اقفز على ظهري ولنفر من هنا. قفز الفأر فوق ظهر الأسد ولاذوا بالفرار سويا. وصل الأسد إلى عرينه وقد انقطعت أنفاسه، فانحنى ليقفز الفأر من فوقه. عندما أخبرتني ذلك اليوم أنك قد تستطيع مساعدتي، قللت من قيمتك. لقد ظننت وقتها أنك فأر صغير بلا أي فائدة، ولكنك أنقذت حياتي، أنا أشكرك. هذا من دواعي سروري يا مولاي. أنت لست في حاجة للخوف مني مجددا. في الواقع أنت لست مضطرا للخوف من أي شيء، لأنك فأر شجاع للغاية. إذا كنت أنا ملك الغابة فأنت من الآن فصاعدا أمير الشجاع. بدأ الأسد والفأر معا في الضحك. قامت كل الحيوانات التي كانت تشاهد ما يحدث من بعيد في الخروج والتصفيق للفأر الشجاع. وأصبح الأسد والفأر صديقين عزيزين، وعاشت الغابة في سلام أبدي. ذات يوم وعلى حافة الغابة كانت تعيش فتاة ذات شعر ذهبي، وكانت تلك الفتاة ذات الشعر الأصفر الذهبي تسمى جولدي لوكس. كانت تمتلك ضفائر مدهشة وتثير إعجاب وذهول كل من يراها، ولكن بالرغم من رقتها فقد كانت تتحول لفتاة شقية في بعض الأحيان. في كل مرة كانت تخرج فيها لتلعب كانت أمها تحذرها مطالبة إياها بأن تحسن التصرف. عزيزتي من فضلك لا تتركي الفناء الخلفي ولا تذهبي نحو الغابة. عميقا في الغابة كانت تعيش عائلة من الدببة بداخل أحد الأكواخ. الدب الأب ذو الأكتاف العريضة، الدبة الأم متوسطة الحجم، والدب الصغير. كانت الدبة الأم دائما ما تستيقظ مبكرا لتحضر عصيدة الشوفان للإفطار. وذات صباح استيقظ الدب الصغير مبكرا عن المعتاد وأراد تناول عصيدته، ولكنها كانت ساخنة للغاية. أمي هل يمكننا الخروج في جولة إلى الغابة حتى تبرد العصيدة؟ قامت الدبة الأم، الدب الأب، والدب الصغير بترك العصيدة على المائدة وخرجوا جميعا في جولة. وفي ذات الصباح كانت جولدي لوكس تلعب في الفناء الخلفي بينما تنتظر أن تحضر أمها الإفطار، ولكنها كانت تشعر بالملل من اللعب في ذات الفناء طوال الوقت، ولذا كانت تشعر بالفضول نحو ما يوجد بأعماق الغابة. ما الذي سيحدث لو أني ذهبت فقط في جولة بالداخل؟ نظرت حولها، وما إن تأكدت أنه لا يوجد أحد بالجوار، بدأت تركض بداخل الغابة. عندما شعرت بالتعب، توقفت ونظرت حولها. يا لها من غابة جميلة، أزهار، أشجار، لماذا لم آتي هنا من قبل؟ بدأت جولدي لوكس تتوغل داخل الغابة، وفي الوقت الراهن وبينما كان يتجول مع عائلته، رأى الدب الصغير خلية نحل على أحد أغصان الأشجار. يا لها من خلية نحل كبيرة، أنا متأكد أنها مليئة بالعسل. أبي، هل يمكننا تناول بعض العسل؟ لا يا بني، هذا ينتمي إلى النحل، إنه بيتهم. لا يمكننا أن نقتحم بيت أي أحد ونأكل طعامهم، هذا لا يصح. أنت على حق، يجب أن أنتظر حتى نعود للمنزل لأتناول إفطاري. في الوقت نفسه كانت جولدي لوكس تتجول وحدها لوقت طويل، وفي نهاية الأمر تاهت. حاولت أن تعود أدراجها ولكنها لم تستطع الوصول للطريق الصحيح، وشعرت بالإرهاق الشديد والجوع، وكادت تبكي من فرط الإرهاق. قررت أن تسير قليلاً، وأخيراً وصلت لنهاية الطريق، فوجدت نفسها أمام منزل الدببة بين الأشجار. في هدوء تحركت نحو المنزل، دارت حوله ولكنها لم تستطع رؤية أحد.
قامت كذلك بالطرق على الباب، ولكن لم يرد عليها أحد. ثم نظرت عبر النافذة، فرأت فوق المائدة 3 أطباق ساخنة ينبعث منها البخار. عادت مجددا نحو الباب، وتلك المرة طرقته بشدة. انفتح الباب، فشعرت جولديلوكس بالبهجة ونظرت للداخل وصاحت: هل يوجد أحد هنا؟ عندما لم تجد ردا، قامت جولديلوكس بالدخول واقتربت من المائدة. كانت هناك 3 أطباق من العصيدة، واحد كبير وآخر متوسط الحجم، وكان الأخير صغيرا. كانت جائعة للغاية، لذا كانت تريد تناول الطبق الكبير أولا، ولكن ما إن وضعت الملعقة في فمها حتى شعرت بلسعة شديدة، حيث أن الطبق كان لا يزال ساخنا. توجهت في حينها للطبق الأوسط، ولكن لم تكن تريد تناول ما في الطبق لأنه كان باردا للغاية. إنه بارد للغاية. أخيرا دست ملعقتها في الطبق الأصغر. هذه العصيدة ليست باردة تماما، وليست شديدة السخونة كذلك، إنها تماما كما أريدها. وهكذا قامت بأكل كل العصيدة في الطبق الأصغر. عندما انتهت من الإفطار وشعرت بالشبع، أرادت الجلوس على أحد المقاعد أمام المدفأة لتستريح قليلا. أحد هذه المقاعد كان كبيرا، والآخر متوسط الحجم، أما الثالث فقد كان صغيرا. اختارت جولديلوكس أن تجرب المقعد الكبير أولا، ولكنها لم تستطع حتى التسلق فوقه، فقامت بتجربة المقعد المتوسط، ولكن ذلك كان صعبا بشدة كذلك، وكان غير مريح على الإطلاق. وأخيرا قامت بالجلوس على المقعد الأصغر، كان ذلك مريحا جدا ومناسب لحجمها تماما. ولكن فجأة تكسر المقعد إلى قطع، مسببا ضوضاء شديدة، ووجدت جولديلوكس نفسها على الأرض وهي لا تدري ما يجب عليها فعله. قامت بالذهاب إلى الغرفة المجاورة، وهناك وجدت 3 أسرة، أحدهم كبير والثاني متوسط الحجم، أما الثالث فكان صغيرا. فقامت بتجربة السرير الكبير أولا، وكان حجمه كبيرا أكثر من اللازم، كذلك كان صلبا للغاية. كان السرير الثاني أكبر قليلا من حجمها، ولكنه كان ناعما أكثر من اللازم، لذا فقد استلقت على السرير الثالث والأصغر حجما. كان ذلك السرير يناسب حجمها تماما، وكان مريحا للغاية، مريحا لدرجة أن جولديلوكس راحت فورا في سبات عميق. بينما كانت جولديلوكس نائمة، عادت عائلة الدببة إلى المنزل، وكان الدب الأب يحمل بعض الخشب الذي جمعه من أجل المدفأة، بينما كانت الدبة الأم تحمل التوت الطازج، وكان الدب الصغير يتوق لتناول عصيدته. وعندما وصلوا إلى المنزل، ذهبوا مباشرة إلى المائدة. نظر الدب الأب إلى طبقه وهو يشعر بغضب شديد. أحدهم تذوق عصيدتي. نظرت الدبة الأم كذلك لطبقها. أحدهم تذوق عصيدتي أيضا. وعندما نظر الدب الصغير إلى طبقه بدأ يبكي. ذات الشخص أيضا قام بتذوق عصيدة الشوفان خاصتي، ولم يكتفي بتذوقها بل أكلها كلها. نهض الجميع وبدأوا يبحثون في الجوار. لاحظ الدب الأب أن كرسيه أمام المدفأة. أحدهم جلس على الكرسي الخاص بي، انظروا إنه في مكان مختلف. ثم جاء دور الدبة الأم كي تشتكي. أحدهم أيضا جلس على الكرسي. وكما حدث قبلا، بدأ الدب الصغير في البكاء مجددا. أحدهم أيضا جلس على الكرسي الخاص بي، بل وكسره أيضا. ذهبت عائلة الدببة إلى غرفة النوم بفضول. أحدهم استلقى على فراشي، انظروا كم هو مبعثر. أحدهم استلقى على فراشي أيضا. أحدهم استلقى على فراشي أيضا وما زال نائما فيه. صاح
صار الدب الأب بجانب سرير الدب الصغير، واستطاع أن يرى بالفعل شخصاً نائماً في السرير، وبهدوء رفع الغطاء. فشعر الجميع بدهشة شديدة عندما وجدوا فتاة صغيرة تنام في الفراش. ماذا تفعل فتاة صغيرة في منزلي؟ فلتخبر هذه الفتاة الصغيرة أن تنهض عن سريري حالاً. باستيقاظها على صوت بكاء الدب الصغير، استطاعت جولديلوكس رؤية الثلاثة الدببة أمامها، وخرجت تركض من الغرفة في خوف شديد. خرجت من المنزل وأخذت تركض دون أن تنظر خلفها. انقطع تنفسها من شدة الركض، ولكنها لم تتوقف ولم تكن تعرف حتى إلى أين تتجه. وفي تلك اللحظة رأت أبويها قادمين من الغابة، فهما قد خرجا يبحثان عنها عندما لم تعد للمنزل. كانت جولديلوكس سعيدة لرؤية أبويها، فركضت تحتضن أمها. لقد قلقنا عليك للغاية، هل أنت بخير؟ من الآن فصاعدا سوف أسمع كلامكما دائما، ولن أغادر بدون أن أخبركما. احتضنت جولديلوكس أبويها بشدة، ومنذ ذلك اليوم وكما وعدت أصبحت دائما تستمع إلى أبويها ولا تفعل أي شيء بدون إذنهما، وأصبحت فتاة مؤدبة ورقيقة للأبد.